السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي ناخد شوت في برنامج اليومن. لو انت جيت هنا على الفوتو وضغطت عليها هيبدأ يقول لك بقى ابدأ خد اللقطات بتاعتك. خلينا نلغي اللقطات دي، مجرد ان انت دبل كليك على الريسايكل بين هتختفي الصورة. هاجي هنا هقول له خد لي صورة، وهنا برضه هاخد صورة، وهنا هاخد صورة، وهنا هاخد صورة. فرض ان انا عايز اخد كل الصور زي هي هيها، تقدر تقول له هنا ان انت عايز هوريزونتال اي ليفل، بتعدل الهوريزونتال اي ليفل، او تقول له ست اي ليفل، تقدر تزود بقى تطلع وتنزل بيها زي ما انت عايز. الفوكال لينس تقدر تكبرها تقرب وتبعد زي ما انت عايز الشكل دوت. طيب خلينا ناخد اول صورة وهبدأ اقول له ان انا عايز اعمل كاستم رياليستيك مثلا، يبدأ يجيبها لك بالشكل دوت. طيب هختار اللقطة التانية واقول له كاستم ستايل، واقول له ان انا عايز مثلا داي تايم، وتبدأ تعدل بقى في الريال سكاي. زي ما انت عايز اهوت، تقدر تعدل فيه، تزود الإضاءة مثلا سكاي لايت. وممكن تفعل سكاي لايت ان بلانر، وتقدر تخليها هاي مثلا بالشكل دوت. طيب ممكن تاخد لقطة تانية وتقول له انا عايز كاستم ستايل، وتقول له انا عايزها مثلا في الووتر كولر، كان في ووتر موجود بالشكل دوت. وبرضه هو مديك بعض الاختيارات تقدر تعدل فيها بحيث توصل للصورة اللي انت عايزها. زائد ان انت ممكن تيجي هنا مثلا تقول له انا عايز اقرب من حرف ال W مثلا، فتقدر تختار لقطة ثانية. دلوقتي ندوس على الحرف ال A مثلا، دوست انا على حرف كيو عشان ابدا اطلع. هتبدا تحاول تختار لقطه حلوه للمبنى دوت. دوست رايت كليك عشان الف حوالين الصوره اهوت، فتقدر تاخد الصوره ديت. بعد كده تيجي على الاف اكس وتبدأ تعدل في الشكل زي ما انت عايز لو انت دخلت في مود التعديل. وبعد كده تقول له موافق، وبعد كده ممكن تيجي هنا تزود افكت مثلا، وليكن مثلا ريال سكاي بالشكل دوت. تقدر تعدل في الهيدنج بريتنس، طبعا نفس الكلام. تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز موفي، وتبدا بقى تضيف ريكورد، تبدا تسجل صوره. انا هبدا اقول له سجل، همشي شويه كمان في مكان تاني واقول له سجل، وامشي شويه كمان واقول له سجل. وبعد كده هقول له اعمل بلاي، فيبدأ يعمل تشغيل للصور اللي احنا خدناهم بالترتيب. وبعد كده ممكن تقول له موافق، تبقى عندك الفيديو. وبعد ما بتخلص خالص سواء في الصور او في الفيديو، بتيجي على الزرار دوت وتقول له رندر فيديو، وتبدأ بقى تقول له انا عندي الصور اللي موجودة عايز ابدأ اعمل لها رندر، فبتبدأ تشوف الرندر اللي انت عايز تعمله. ممكن تبدأ تعلم على كل الصور، كل صورة تديها اللون اللي انت عايزها، وتبدأ تقول له مثلا عايز سيف ديف ماب، او عايز سيفها نورمال ماب، او عايز سيفها
تبدأ تشوف التأثيرات اللي انت عايزها، سكاي الفا اهو كذا. لو انت عايز تضيف مؤثرات ممكن تقول له انا عايزها بوستر بحجم كبير او برنت او ديسكتوب او ايميل زي ما انت عايز، فبتختار المكان اللي انت عايز تضيف فيه الصور. طيب ممكن بعد كده اقول له 360 بانوراما، تمام. فبيبدأ يجي هنا تقول له مثلا عايز اخد الصورة بالشكل دوت اهوت. هنا بيسافر تقدر تشوفها بالفي ار اهوت. بيقول لك انت عايز تسيفها على الجي في ار ولا عايز تسيفها جنرال ديفايس، تمام. والستيريو سكوبك عايز تقول له اون او اوف او كده، الجودة اللي انت عايزها. وبعد كده بتقول له ريندر، وتختار المكان اللي انت عايز تعمل ريندر فيه، كيو مثلا. بص بيبدأ يجيبها لك على مستوى كبير بحيث ان انت لو انت لابس نظارة تبدأ تشوف، وبيبدأ يعمل لك الريندر، بس هو بياخد وقت شوية. الشرايح بتبدأ تتعمل لها ريندر، المفروض هتاخد تقريبا 9 ساعات عشان تعمل لها الريندر بتاعتها. طيب شكلها طول. ممكن نقول له جنرال ديفايس، ممكن نقول له ميديم، حتى الميديم واخده مقاس كبير. دي اقل جوده بس انت شايف برضو انها حاجه محترمه. بيبدا يعمل لك ريندر للصوره كلها بحيث ان انت لما تلبس النظاره وتبص حواليك تبقى كانك جوه المشهد.